العمر. يا بابي دول تحويشة العمر، ده احنا تعبنا قوي علشان نحوشهم، بس يلا كل هنا عشان فديت مامي. يا ترى انت عامله ايه دلوقتي يا مامي؟ انتوا حوشتوا الفلوس دي كلها ازاي يا ولاد الكلب؟ اسود اسود، ايه اللي انت حبيته ده يا غبي؟ يعني كنت عايز اعمل ايه يا بص؟ ما هي اللي كانت عايزه تهرب؟ هسيبها تهرب يا جدعان؟ سيبها تهرب، تقوم تموتها يا غبي، تقوم تموتها، ضيعت راسي منا، الله يحرقك. راس منا؟ يعني ايه كتر الصدر يا خي؟ يا راسي. الحمد لله الحمد لله، راس منا رجع. الحمد لله راس منا رجع، راس منا رجع. سامع لوسي، هو مش انا كنت عايزه اعمل بيبي؟ ايوه ايوه حصل خلاص بيبي فعلا؟ البحر بيخطفني، يحكي لي ويغني. بحر ايه اللي هيخطفك يا هبه؟ انت مش عاجبك اللي احنا فيه؟ مش كفايه اللي احنا فيه؟ الهي غراب طاير حاير يشمطك كده يا بعيده، بطلي نبر. يا لهوي امشي يا حبيبتي. عملوا فيكي ايه المجرمين دول؟ بليز مدام منال، ارجوكي ما تطلعيش علينا سمعة وحشة، وبعدين احنا عصابة عندها اخلاق. اخلاق ايه يا صملوتي؟ اخلاق ايه يا صملوتي؟ انت ليه محسسني ان انت دكتور جامعة؟ انت رئيس عصابة يا راجل، سمعتك سبقك. رئيس عصابة بس على الاقل عنده مبادئ احسن من اي دكتور. مبدأك اهو باين على نافوخي. طب انجي دلوقتي احنا بنواجه مشكله يعني، ومش عارفه الحل ايه. انا ملاحظه ان هبه بطنها مكركبه وتقريبا محتاجه تدخل الحمام، نعمل ايه؟ لا 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 هبه، لا لا ما تسيبيهاش من ايدك دي بالذات. لا امال نعمل ايه دلوقتي؟ مش قادره. امسكيها او ملي على روحك، شرف الست زي عود الكبريت. انا بقول لك اهو، ما تلمي نفسك يا هبه بقى، لمي نفسك. حاضر. قرف ده بس يا انجي، صل عليك يا حبيبتي. ما تحضنيش قوي. حاضر. انفخ لك في البطحه. سمير خير؟ سمير في ايه رجاء؟ ايه ده؟ ايه اللي منيمك كده على السرير؟ انا بجرب احساس المريضات المزات اللي بيجوني، احساسهم هما نامين قبل ما اهجم عليهم واعالجهم. بس ما يصحش ابدا انك انت تسيب صاحبنا ده عادي لوحده ومراته مخطوفه. طب انا رحت زورته، يا شغلانه بقى. اي معلش ده جره، ما يصحش ابدا يعني. روح له كده، اذا كان عايزك تبات معاه بات معاه. ابات معاه؟ ايوه بات معاه، الراجل قاعد لوحده زي ما قلت لك، مراته مخطوفه. هو مراته مخطوفه وما اروح ابات معاه؟ اطمني يا حبيبتي، علي مش صغير هيعرف يتصرف. لا لا لا، بس طلع جدع جدا جدا جدا، شايف ازاي قلقان على انجي بعد ما اتخطفت. يا سلام، ما احلاها عشت الحريه. لو الواحد يعيش لوحده كده على طول. مراتي مخطوفة برضو، موضوع كبير. انت ايه اللي جابك؟ قوم خش اوضتك. اصل مامي وحشتني قوي. سمورتي حبيبي. يس. لو انا لا قدر الله اتخطفت كده، هتقلق عليا زي ما علي قلقان على انجي؟ اقلق؟ اتخطفي انت بس وسيب الباقي عليا. مش عارفه ليه مش مصدقك، حاسه انك انت هتسيبني عندهم. فشر. ايه مش نظيف؟ سمورتي. نعم. قوم وخليني انا اتلقح على السرير ده. واكشف عليا. اكشف عليكي؟ انت حاسه بحاجه؟ لا اكشف عليا. بص احنا اصل بقالنا كتير قوي ما اتكشفناش على بعض، قصدي ما اتكلمناش مع بعض. اكشف عليا قلبي وعينيا فداك. ما انا لو كشفت عليكي انا اللي هنكشف يا رجاء. سمو
مرتي. رجاء رجاء خلي بالك افهميني بس. ايه الوضع الغريب ده؟ يظهر اني جيت في ميعاد مش مناسب. فشر، ده انت جيت في الميعاد المناسب. هي انجي اخبارها ايه؟ ده على اساس اني عارف هي فين؟ بالراحة. ايدك تقيلة قوي. خلاص يا عم انت خلاص. هي بقى كويسة قوي سمولوتي بيه. شكرا يا دكتور، اتفضل مع جابر. سلامة. أنا مش فاهمة حاجة يا سمرلوتي. أنا حاولت أهرب، يعني الطبيعي إن أنت تعاقبني مش تعالجني. سمرلوتي أنت ما خطفتنيش من زمان ليه؟ يا مدام إنجي لازم تعرفي حاجة، إحنا لينا فلسفة في شغلاتنا. بنستلم نضيف، نسلم نضيف. فلسفة؟ ياه، يعني ده الحرامية تطوروا قوي ما شاء الله. طب خدي دي. زمان كنا خاطفين واحد والعياذ بالله كان عنده المرض الخبيث. يا رب. وانت فاهمه مصر ما فيهاش علاقات. لا يا سمرلوتي لا، اوعى تقولي سفرته بره مصر يتحالك. لا، تعرفت منين؟ انت تعرفيه؟ لا لا ما اعرفوش. اعرفه منين؟ ايه ده، حرامي ده ولا وزاره التضامن؟ الله يحرقك يا علي، كان لما يجيلي صداع يقولي اموتي راسك بالمفتاح. سمرلوتي انت قمر قمر يا سمرلوتي. انا اتشرفت بمعرفتك بجد، اتشرفت بمعرفتك جدا. كمان لنا حكاية سمرلوتي يا انا. استني لما دودو يطلع. انتوا عارفين سمرلوتي ده كان مصمم يفرسني. والخطفة حلوة قوي. بالظبط كده يا دودو، الخطفة حلوة قوي بس مع سمرلوتي بس، مش مع اي حد تاني. لو سمرلوتي خطفكوا ولا احفاده ابقوا سلموا لي عليه قوي. انت عارفه يا مدام انجي احنا بيجي لنا كل يوم عدد قد ايه طلب التوظيف؟ طلبات توظيف؟ ناس عايزه تشتغل يعني؟ امال ده بدل ما يبلغوا عنك؟ ليه السيره الوحشه دي بس يا مدام انجي؟ سوري 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 سمرلوت، انا اسفه انا اسفه، انا جرحت مشاعرك. انت طعنتيني في مشاعري، انت جرحتيني قوي يا مدام انجي. مش للدرجات يا سمرلوتي، يعني بلاش تبقى اوفر كده يا البومك، انت كده عامل زي علي جوزي. وبعدين انت اللي خاطفني يا سمرلوتي مش انا اللي خاطفاك. يا مدام انجي لازم تفهمي حاجه كويسه، احنا الشغلانه بتاعتنا دي فيها هدف نبيل. احنا بنشوف معزه اهلك ليكي واصحابك، مش ده هدف. انا معاك ان هو هدف نبيل، هدف نبيل. طب بذمتك يا ده، لو انت مش مخطوفه دلوقتي كان الاستاذ علي قاعد يفكر فيكي وبقى قلقان عليكي كده بالحاله دي؟ أنا معاك، هو هيفتكرني دلوقتي بس بعد ما يدفع الفدية هينعل سنسافين اللي خلفوني. سمرلوتي أنت ليه بتقولي الحاجات دي كلها؟ ده هي اللي تكون عايزني أشتغل معاك. لا 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 خالص، أنت فهمت غلط. أنا بعمل ده الغرض في نفس ابن سمرلوتي. غرض في نفس ابن سمرلوتي على وزن ابن يعقوب. الله يدمك خبيب جدا يا يلا. بس انت عارفه ان انا بحب التجديد. طيب يا عم التجديد، قولي ليه بتقولي الكلام ده كله؟ انا عارف ان انت صحفيه مشهوره وليكي جمهور كبير. ايوه صح. وبعدين لا مؤاخذه انا اسفه جدا. ليه؟ ليه؟ انا اسفه انا اسفه. ها وبعدين؟ ولا حاجه، عايزك تكتبي عني وصححي الصوره الغلط وتقولي للناس الحقيقه. بص يا ابن سمرلوت، اوعدك اوعدك بعد ما اخرج من هنا ان انا هتكلم عن كل حاجه، هكتب عن كل حاجه بالتفصيل. فكر فكر، تفتكر يا منال يكونوا المجرمين والنشالين؟ انت هتغني يا هبه ده وقته؟ قصدي الحراميه والخطافين. خطافين ايه؟ خطاف لما يشعلقك من دماغك تدلدلي كده خلاصي. انا قصدي يعني يكونوا كل دول كده اتلموا وقدروا على انش الخلبانه المسكينه ويكونوا ماسكينها دلوقتي بيعجوها علقه وبيعذبوها وبيحرقوها بالشمع عشان تعترف علينا. انت هبله يا هبه، تعترف علينا ايه؟ هو احنا جواسيس؟ ده احنا حيلا مخطوفين، ده انا اللي هعجك علقه دلوقتي، ارحميني. طب امال هي راحت فين بس؟ اي ريلي دونت نو، لاني بصراحه مش بحب افتي. طب تفتكري يكونش جوزها جه ودفع لها الفدية وخدها وخلعه؟ بصراحة هم اندلوا يعملوها. طب ما احنا كمان عايزين جوزنا يستندلوا ويجوا ياخدوا يدفعوا لنا الفدية وياخدونا ويغوروا. حبيبتي احنا لو اعتمدنا على جوزنا مش هنشوف النور ابدا، ده ممكن جوزنا يلفقوا لنا تهمة ويتخلصوا مننا العمر كله.
تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. أنا اتخنقت منك. ليه يا بعيدة؟ علشان أنا كل ما حلها تعقديها. ليه كده؟ حليها أنت بقى يا حلالة العقد. حبيبتي هو أنا قاعدة في بيتنا وبرد عليكي بالتليفون؟ ما أنا متنيلة مخطوفة زيك أهو يا هيبة، ما تخنقنيش عشان أنا اللي فيه مكفيني وعلى لحم بطني من الصبح والخط في الزحف. إيه لقيتي تشحتفي يا هيبة؟ إيه لقيتي تشحتفي يا بعيدة؟ إيه في إيه يا حبايبي؟ الحمد لله كويسة الحمد لله، ما هربتش ولسه مخطوفة معانا. يا سلام، شمتنا في ايه يا هبة ولا ايه؟ يلا بينا هنروح؟ لا هناكل لقمة مع بعض. ايه ده الدليفري بتاع الصبح؟ فاكراه ولسه واصل. والله انا قلت انت راجل بق، بس طلعت راجل يعني جميل. كتر خيرك، هنموت من الجوع. يا ما انت كريم يا رب، عالم بينا ربنا، والله عالم بينا ربنا. اتفضلوا يا جماعة. ايه ده؟ ايه مفيش بسم الله معانا يا بص؟ روح انت كل مع رجالة يا جابر. كل مع رجالة؟ ما تلمي نفسك يا هبة. يا بنت اسكتي يا بنت، ده انا عايزة اوقعه، مش يمكن يكون ده هو الخيط اللي هيخرجنا من المخربة دي. مش فاهمك انت، اسكتي بس عشان الراجل خد باله. ايه ده؟ اللهم صل على النبي، الاكل ده كله، ده انت جايب لنا كل حاجة كلشن كان؟ ده انا عمري ما اكلت كده في بيتنا. ما هو انا نفسي نقعد هنا اطول فترة ممكنة. انت هي الراجل يقول علينا ايه؟ ما شفناش اكل قبل كده. لموا. انتوا بتقولوا حاجه يا مدام انجي؟ لا 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 ابدا، ده احنا بنقول سفره دايما يا صملوتي. والله مش عارفه اقول لك ايه. صملوتي واضح ان انت ما شاء الله يعني ابن ناس ومقتدر. هو انت بتخطف الناس ليه يا صملوتي؟ ده انت اغنى مننا. هوايه مش اكتر. هوايه؟ غريبه دي. يعني عارف الواحد عنده هواية لعب كورة، هواية غنى، هواية عزف، إنما هواية خطف بني آدمين جديدة زي. أنا أصلاً بحب الجديد. إيه سمالوتشي، هو الأكل ده كله لينا إحنا بس ولا أنت خاطف ناس تانيين؟ لا ليك. وتحب أزود لكم حاجة؟ لا 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 ميرسي، ده كده كتير قوي صملوتي، كتر خيرك. لا اتكلمي عن نفسك حضرتك، انا كنت طالبه الاوردر اللي هو الايت اوليو كان دوت، اللي هو كل اللي انت تقدر عليه، وبعدين جابوا لي ده شكلهم بيوفروا. وحضرتك كنت عايزه كمان اللي هو الترياكو صوص ده اللي هو عسل اسود دوت، بس ما جابوهوش برضه. كلي ده الاول يا طفسه، كلي ده وبعدين اطلبي. على فكره انا هجيب لكم اي حاجه انتوا عايزينها، بس لازم تعملوا حسابكم ان ده هيتضاف على حساب الفاديه. انا اصلا عامله دايت وكيميكال كمان، فصعب قوي حضرتك. وانا عمري ما حبيت الشوشو ده ولا عايزه اكل منه. ليه يا حبيبتي دلوقتي ما حبيتيش الشوشو ده؟ انت شويه كنت عايزه الترياكا صوص. كل يا حبيبتي. بقول لحضرتك ايه يا استاذ صملوتي، يا ريت يعني حساب الترابيزه دي كلها يبقى يتضاف على حساب الفديه بتاع هبة. وانا كنت طالبه فول وطعميه، بس واضح ان حضرتك نسيت تجيبه. لا حضرتك طالبه سمك وجمبري. انا طلبت، على علمك انا عندي حساسيه من السمك والجمبري، وخصوصا الجمبري لما يبقى كبير وحلو كده بيجيب لي حساسيه. انا طالبه فول وطعميه. بص فول وطعميه، سمك وجمبري، بص نفس القافيه. ها انا عايزه فول وطعميه. نكد عليك يا سيده، يا ترى رحتي فين في الوقت ده؟ طب ارد على امك اقول له ايه؟ لبس كوتشي وطلع سفاري ولا لبس مايو وطلع شرم؟ اه يعني يما انت كنت فين يا وليه سعادي؟ كنت بوزع يا اخويا الطلبات للسكان. مهروج ابو الطلبات، بعد كده مفيش خروج بالليل الا لازم يكون حد معاك، يختفوك يا مغفل. انت بتغير عليا؟ اه بتغير، عشان كده خايف. لا مش خايف عليك يا عسليه، انا خايف عليا انا، عشان اللي هيختفوك هيطلبوا مني فلوس قد كده، وانا معيش فلوس عشان اديها لهم. اخص عليك راجل ناقص. بقولك ايه، لما يبقوا يخطفوني يا اخويا ابقى سيبني ما تدفعش. يا سلام، واقول للناس ايه اما يقولوا سايب مراته مع رجاله غرب هناك وهو قاعد قدام العماره بيشرب شيشه؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه قسما عزما، لو خطفوك لطلقك. تطلقني؟ ايوه. بقولك ايه، ابقى ادفع يا اخويا الاول الفديه. ها فديه ولا مليم. يو نو جايز، انا وحشني قوي تهزيق من اللوت ليا. يا سيدي ما تضايقش نفسك كده، خلاص بكره يا سيدي مراتك ترجع لك والحياه تبقى طبيعيه وتهزقك وتهزق اهل اللي جاب اهلك. الحقيقه يا جماعه انا زمان ما كنتش بطيق مراتي، ودلوقتي ما بطيقهاش اكتر من الاول،
يعني ايه 500,000 جنيه فديه؟ ده لو كان معايا المبلغ ده كنت طلقتها من زمان. يا اخوانا انتوا ايه اللي مضايقكم؟ عيشوا حياتكم، استمتعوا، انتوا في نعمه مش حاسين بيها. ما هو انت مش هتحس باللي احنا فيه غير لما مراتك تتخطف. يا ريت من بقك لباب السماء. قولوا معايا امين يا رب. امين. ايه ده؟ انتوا بتصلوا؟ طب اروح اتوضى واجي لكم. تعالى تعالى بتوضى ايه؟ ومصلي ايه؟ وانت ايه بتتوضى على اساس ان ده بيت اهلك تدخل واي وقت تخش وتطلع؟ انت بتعملني ليه كده يا دكتور؟ راعي ان مراتي مخطوفه وانا زعلان عليها قوي. انت مراتك اتخطفت كمان؟ ايوه ومتضايق وزعلان. زعلان؟ زعلان عشان مراتك اتخطفت؟ لا انا مش زعلان عشان مراتي اتخطفت، انا زعلان ان معاها مفاتيح المحل ومش عارف اكل عيش. لا حول ولا قوه الا بالله. عرفت هجيب تمن الفديه منين يا شعبان؟ التفاهات دي ما بفكرش فيها، الفلوس على قفا من يشيل. لا انا بفكر بقى ازاي حرامي تافه زي ده ياخد مننا احنا الثلاثه 1.5 مليون في يوم واحد. كان خدها في 3 ايام. واطير وقرف رف الفضا. جميلة قوي يا سمالوتشي الجولة الحرة دي بجد. ده بقى ميعاد الترفيه بتاعكم. ايه ده يا سمالوتشي؟ انتوا عندكم ترفيه هنا؟ عندكم النبي كاندي كراش او سابوي؟ انا كمان بلعب فولي حلو قوي. طب في زوما او الحنش؟ وانا عايزه العب استغماية. يا رب يغموكي ما يلاقوكي. انتوا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه، انا هنا بحافظ على نفسيه المخطوفين. صملوتي انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، انا سعيده ان الحياه عرفتني بيك، عاجزه عن التعبير. ودلوقتي بقى تقدروا تنزلوا البسين. ننزل البسين؟ انا مش قادره اصدق اللي بسمعه ده. طب معلش يا صملوتي طلب صغير بس، ممكن ابعت اجيب الولاد يقضوا معانا اليومين دول؟ قوي قوي، اول ما نبدا نخطف اطفال تقدر تجيبيهم. ايه انوش لاحظي اني ما ينفعش انزل البسين قدام ناس اغراب، الباباراتزي بيراقبوني. الايه؟ الصحافه الصفراء يا انوش، وبعدين ممكن يصوروني يفضحوني يزعلوني. سمعتي على اليوتيوب؟ انت كده هتنقطوني. انشي هو انت ناويه بجد تنزلي البسينه؟ بسينه؟ هتنقطينا. يا حبيبتي هنزل، انا بصراحه ما اخبيش عليكي بقالي من ساعه ما اتجوزت ما عتبتش جوه بسين، هموت. ايوه يا انشي بس بس ايه بقى؟ ايوه بس ايه يا حبيبتي؟ في مثل بيقول لك ان لم تستطيعي ان تقاومي الخطف فعلى الاقل استمتعي به. لا يا انجي لا انا ما اقدرش اعمل كده ابدا. انت فهمتي ايه؟ انت فهمتي ايه يا قله الادب؟ مش انت اللي بتقولي لي استمتعي به. ايوه استمتعي بالبسين. شايفه البسين وجماله بيقول لك تعالى تعالى تعالى. انوش قبل ما تروحي انا عاتبه عليكي. ليه يا حبيبتي بس؟ كنت قلتي لي كنت اجيب معايا المايو الفايف بيس بتاعي. وانا كنت عارفه ان احنا هنتهبب نتخطف عشان اقول لك تجيبي المايو الفايف بيس. ايه فايف بيس دي؟ انا عايزه افهم ايه الفايف بيس ده. احدث صيحه في العالم في المايوهات. 25. 25؟ ايه بقى ال 25؟ شابوه، شنطه شبشب، شاليموه، شخشيخه. شخشيخه في الميه؟ غلط كده. عشان هبه بس. ايه ده؟ ايه ده يا سمالوتي اللي بتعمله ده؟ هنزل معاكم البسين. تنزل ايه؟ انت نازل ترعى؟ ده يوم السيدات. خلاص؟ لا لسه. خلاويس؟ لسه. وبعدين دي مش اخلاق رئيس عصابه محترم زيك. خلاص؟ ده عندك حق. خلاص. اقتنعت بكلامك، انا اسف. خلاص يا صملوتي، اسفك مقبول. ويا ريت بقى تسيبنا لوحدنا شويه علشان نستمتع باللي باقي لنا من الخطف. طب تحب اجيب لكم حاجه بقى قبل ما امشي؟ طبعا، يعني كلك ذوق، مش معقول هننزل بلبسنا. يا ريت بقى طقم مايوهات. انا عندي طقم مايوهات بيكيني ليكوا. لا يا صملوتي لا، احنا مش عايزين مايوهات بيكيني، احنا عايزين مايوهات محتشمه، احنا سيدات محترمات. كئيبات حزينات. ركيكات شوكوزات نلبس نفس المقاسه. كذابات. بوكي سقامات. خلاص خلاص انا عرفت هجيب لكوا. تعالى معقولة؟ اتشيسي يا انوش.
انا باخد سيلفي بس عشان ارفعها على الانستغرام. ايه ده انت عندك انستغرام؟ ايه ده سملوتي انت خايف علينا؟ سملوتي ممكن تتبناني؟ يلا وقت الترفيه خلص يلا صعب. لا 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 ايه؟ انت كده هتخلص صوابعك وتوصل لكوعك، فكر وخلصني. بص يا كاميليا. انا هروح لعلي واقول له فكك من اللي انت بتعمله ده، لا شرطه ولا فديه. لا شرطه ولا فديه؟ الاثنين يا سامح؟ ايوه الاثنين. حكم في حكمه قديمه بتقول ما يفلش البلطجيه الا البلطجيه اللي زيهم. دي حكمه؟ ما علينا، يعني انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بصي انا اعرف واد بلطجي، هروح اديله قرشين واخليه يخلص الليله دي. لا مش قادره اصدق. لا انت هتحط ايدك في البلطجيه يا سامح. فيها كاميليا؟ انا بقول هيخلص عليكي، بقول هيخلص الليله دي، يعني يخلص الموضوع. وبعدين انا هشتغل معاهم، يعني انا عايز اعمل عمل انساني ان ارجع انجي. علي ما جاش برضه؟ لا ما جاش يا استاذ جميل. طب انجي وما جاتش قلنا مخطوفة، إنما علي ما يجيش ليه؟ معلش يا فندم اعذره، مراته مخطوفة. ده كلام فاضي. ياما في ناس كتير ستاتهم بتخطف وتقتل ويرجعوا يجوا الشغل تاني يوم عادي جدا، إنما انجي ده حيالله مخطوفة. مايوهات مش بيجامات. بس والنبي حلوة يا سلام. قولي لي يا هبه، انتي فجأة بقيتي كده مرتاحة ما بتسأليش على التواليت، ايه اللي حصل؟ لا ما خلاص خلاص نسبة الكلور عليت في المية. حرام يا سلام فضفض مع جعش سمسو. انت واثق من الكلام ده؟ طبعا. بس دكتي ايه؟ تليفون غريب. الو؟ ايوه زعلي، انا سملوتي. ايوه يا سملوتي، انت فين يا سملوتي؟ انا عمال ادور عليك من بدري. جهزت الفدية؟ لا يا سملوتي مفيش فدية. يعني ايه مفيش فدية؟ يعني اللي سمعته واعلى ما في خيلك اركبه. هتدفع؟ يعني هتدفع، لإلا مراتك مش هترجع. طب مش دافع وان شاء الله عنها ما رجعي. وبقول لك ايه كمان، انا معايا الشريف جوز منال وشعبان جوز. وانت مراتك اسمها ايه؟ اهيبة. ايه؟ اهيبة. اهيبة اهيبة. وكله مش دافع، ايه رأيك بقى؟ كلب حيوان. هو مش عايز يدفع؟ ايوه. طيب قرب التليفون كده. ايوه يا علي، يعني ايه مش عايز تدفع؟ ادفع ايه يا انجي؟ ده عايز 500,000 جنيه. انا هدفع فيك 500,000 جنيه؟ طب خليه يهزهم شوية بقى كده يا علي. طيب انا كمان مش عايزه ارجع وعايزه اتطلق. استهدي بالله يا استاذه انجي، كله الا الطلاق. اهدى ازاي بس يا صبلوتي، انت مش سامع بيقول ايه؟ انت فاكره نفسك بتلوي دراعي يا انجي؟ طب روحي وانتي. لا والنبي يا استاذ علي اوعى تقولها، كله الا الطلاق، كله الا خراب البيوت. طب ايه رايك بقى، انا كبرت في دماغي وعايزه اتطلق. انت كده بتخربي بيتك بايدك يا انجي. يا جماعه انتوا كده بتخربوا بيت انا. اسمعي يا انجي، هدي نفسك يا استاذ علي، هدي نفسك يا استاذه انجي. ازاي بس يا صملوتي، انت مش سامع بيقول ايه؟ يا استاذه ده شيطان ودخل ما بينكم، ما هو من الاخر كده بقى لازم تتصالحوا عشان الاقي حد في الاخر يدفع لي الفاديه. تكفي يا اختي في الميه، تكفي من بقك، بلا طلاق بلا كلام فاضي. يا استاذ علي انت مش عايز مراتك ترجع؟ لا. وانت يا استاذه انجي مش عايزه ترجع لجوزك؟ لا بصراحه انا مش عايزه، انا ما صدقت اتخطبت وصحتي جت على الخطف ورديت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين، انا من الاول متشائم العمليه دي يا جابر الكلب. يا صملوتي انا مش عايزاك تزعل نفسك، هي الدنيا كده اهي. قالت لك بعدين الحياه كده يا صملوتي، ups and downs right and left، ups and downs right and left. وزي ما انت شايف
ابتلاءات على هيئة اشخاص. وبعدين احنا يا صملوتي قعدتنا معاك بالدنيا اكيد هنوحشك. الله يخرب بيتكم، انتوا ناويين تجننوني؟ شاو عمر راح الفاضي. تعملش في نفسك كده بس يا قلب امك، الدنيا مش مستاهلة. العملية باظت وتخطيطي باظ. تخطيط ايه بس؟ تخطيط ايه يا صملوتي؟ ده امتى خطفتنا بالغلط؟ نعم يا اختي، والفلوس اللي انا صرفتها عليكم. اخص عليك يا صملوتي. ايه يعني شويه الاكل اللي كلناهم سوشي وسمك وجمبري وفشيره السجق والمنفين؟ انت اللي بتينا ورا. وبعدين ايه يعني هتطفحنا الاكل ده؟ كراش حاجه يعني يا صملوتي. واذا كان على الفلوس انا ممكن ارشح لك شويه من صحابي الاغنياء، منها ان انت تخطفهم وتسترزق وابقى خلصت منهم بالمره. انا لازم انتقم. كويس، فكره حلوه الانتقام برضو، منها تطلع الطاقه السلبيه اللي جواك. انا ممكن اديك عنوان علي جوزي مطرح ما خطفتوني. انا هنتقم منكم انتوا الاثنين. توجذر يا جابر. لا جابر، لا جابر. امرني يا بوس. عايزك تلملي كل المساحات والمقاشات اللي في الفيلا. عيب يا بوس، ده على اساس ان انا شغال في البلديه. انت مأجر كبير الخط. معلش، عشان هو الامور بس مش واضحه بالنسبة للمقاشات والمساحات، هو أنت ناوي تنتقم ولا تنظف؟ لا ما تجزش على سنانك. لا صورتك في المطبخ يا قلوش. بس تسلم ايديكي، تسلم ايديكي برضو. بسم الله. بسم الله. يحرقك يا علي، يحرقك انت وصملوتي في يوم واحد. بقى انا ما بطبخش للعيال في البيت، اجي اطبخ هنا. شيطتي الاكل ولا لسه؟ مالكش دعوه. الطلعة دي كانت عايزة البت كاميليا. خلصت حقي. خير يا زفت؟ في ايه؟ خضتني. بص بص، الحكومة حاطة الفيلا كلها. الله يخرب بيتك، انا من الاول متشائم منك انت والعملية السودة دي. هو مش انا قلت لك ان انا ما بحبش العنف يا مدام انجي؟ قلت لي يا صملوتي، بس انا بقى بحبه. يا انا فخور بيك يا اخ علي لانضمامك الى جنس الرجاله الشجعان اللي بيرفضوا اي تهديد او اي ابتزاز عشان مراتاتهم اتخطفت. بجد يا دكتور؟ بجد. ما هو لو كل راجل فينا مراته اتخطفت وقف صنديد قدام الخاطفين ورفض التهديد، أكيد حيقتلوا مراته، وبالطريقة دي ممكن كلنا كرجال نتخلص من مراتاتاتنا. يعني أنت رأيك إن أنا أقف صنديد؟ بليز صنديد بليز. بس هنا هتقابلنا مشكلة. خير؟ أنا لازم أصالح صملوتي علشان إنجي ترجع تربي العيال. مشكلة تربية العيال. وأنت بتصالحه اسأله إذا كان فاضي يجي رب العيال. هو صملوتي؟ آه. إيه ده؟ ده صملوتي. وماله؟ يا صملوتي، بص أنا بعتذر لك يا صملوتي، أنا مستعد أدفع اللي أنت عايزه. أنا مش صملوتي يا علي. إيه؟ مش صملوتي. مش صملوتي؟ إحنا الشرطة. مين يا فندم؟ الشرطة؟ أيوة الشرطة. إزاي؟ زي ما سمعت كده. إحنا قدرنا نوصل لمكان الخاطفين وسيطرنا على الموقف. بجد؟ جرى يا علي. وانا اهزر معاك يعني؟ يعني مراتي رجعت ولا لسه؟
الحمد لله على السلامة يا روحي. وحشتك يا علي مش كده؟ قوي. وانت كمان يا حبيبي.